نوسع نفسنا ونخش على اللي بعده ان شاء الله. ايه بقى الحكايه في اللي بعده؟ اللي بعده عندي اللسان هياخد مني وقت شويه، مش في طبيخه، لا في التبنيه بتاعته. يعني ايه التبنيه؟ البانيه بتاعه يعني. هنوسع نفسنا كده وهنجيب عندنا الدقيق عادي جدا والفيجيتار، تمام؟ وهبدا اشتغل عندي ب بيضتين مش اكتر، او بيضايه حسب الكميه اللي هشتغل بيها كده. واوتوماتيكلي على طول فلفل اسود على اي بيض بيتحط معاه تاتش فلفل وملح عشان الزفران. ومن عندي عايز اديله تيست حلو، هديله حبه بهارات حلوين كده على البيضايه دي مع سنه من المجروش سبايسي، شايف الكلام؟ عايز برضو اعمل تيست حلو. البيض يا شيف، ايوه يا فندم، في اي حاجه نقدر نشتغل. بص شفت دي؟ وراح مديها عندي بق لبن صغنن كده، شكرا. ده بقى عندي اباراي تيست مختلف حلو. تمام تمام. واللي بعده ايه بقى يا شيف؟ يبقى كده حضرنا حاجتنا، ادي البيض مع اللبن، حاجتي كلها تمام التمام. هجيب عندي بقى ايه؟ اللسان. اللسان طبعا مسلوق سلقه حلوه وبياخد وقت كتير في التسويه او في السلقه عامه. بعد ما بنسلق اللسان بنبدا نقشره وبيطلع معايا بالمنظر ده، شايف الكلام؟ اه. طيب هنعمل ايه يا شيف؟ عشان اريحكم هعمل كده وهبدا اقطع من هنا. بسم الله كده، وبقطع في الرفع ده بس كده هيمه. شايف البخار ده؟ هيخليني احطها في التلاجه شويه، مش هشتغل بيها على طول اهو. ليه بقى يا شيف؟ بص ده اللسان البقري، بص التسويه عامله ازاي؟ هيشم النار ويطلع، انسى. هيخليني احطها شويه في التلاجه عشان الحاجه تبرد، ومفيش اي باني في الدنيا، لحمه فراخ اي حاجه، ينفع اعديه على بيض ولبن وهو سخن. فالطبيعي اني ابرد الحاجه بتاعتي. بس انا اوريك كل حاجه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اقطع بالراحه كده، ريحته حلوه. السلقه بتاعته ازاي يا شيف؟ والله السلقه بتاعته زي ما بتقول اللحمه عادي جدا. يعني بايه يعني؟ والله بدي عندي طبعا فلفل حصى، وبدي عندي كمان ورق الغار، وبدي عندي بصلايا وجزرايا وكل الخضار. شوف التقطيع لازم يكون كده اهو، واجي هنا كمان بالطول عشان الحاجه تبقى معايا بس ببركتها يعني. بس ونوسع كده لنفسنا عشان عايز ابهرها. بهرها بايه يا شيف؟ بسن البهارات النهارده فرحان بيهم شويه كده، حبه اعشاب على تبهيره حلوه. وهجيب عندي كمان حبه جوزه الطيب بتوعي على ورق الغار، امسكهم في ايدي اكتر من المعلقه بصراحه كده. وتاتش ملح طبعا. تمام لحد كده احنا زي الفل. اه الحمد لله. طيب عايز اعلي التيست بتاعي اعمل ايه؟ والله بفكر اجيب عندي فص ثوم مفروم بس بدون ايه؟ زيت. بص بعمل ايه فيه؟ على الوش كده اهو، شايف لوحه. ده لسان بقري هنشتغل على طول. اقول لك لا حاسب، اتفقنا ايه؟ نسيبهم شويه في الثلاجه زي ما هم كده. يلا يا باشا على الثلاجه خمسه كده بس، ايه؟ يهدوا من سخونه السلق. شايفهم يا باشا؟ اهو. واو بقى تمام، هنشوف هنشتغل بيهم. وعندنا البانيه جاهز، الدقيق، البيض مع اللبن، ده كل الحاجات دي كلها سهله والاساسيات اهم حاجه. طيب اه فاكرين اللي قطعناه من شويه؟ شايف الملامح عامله ازاي؟ ايه اللي على الوش ده؟ حبه بهارات، فلفل اسود، وسن جوزه الطيب، وفص ثوم. تتبيله حلوه، بص كده ساقعه وبعد ايده ساقعينها، شايف الكلام؟ طب وبعدين يا شيف؟ والله كده بقى احنا جاهزين ان شاء الله نقفل حاجتنا. ازاي بقى؟ ايه الحكايه؟ طب يلا بينا. هنجيب بس الاول حاجه نطلع بيها، ده مهم جدا كده جنبي. وهنجيب عندنا تعفيره الدقيق الاول وانفض
واعدي على البيض مع اللبن وانفض واعدي على الفيجيتار تاني كده اهو كده اهو وهرجع تاني كده كده وابدا اعمل كده حاجه فكه مني اه بسكت اه وابدا ارص واللي بعده ادك ايدي كده كده اهو وافضي وارص هندخلها التلاجة تاني يا سلام يا ريت خمسه كمان بس اخلي البقسماط ده وحاجه تمسك كويس قوي في فكره ال الباني ده هرجع تاني حتى البيض واللبن حط فيه سن البهار مختلف يديه تيست حلو وارجع تاني جربت اني ما اتكلمش وانا شغال هي كده احلى انا شايف ان كده احلى صح ليه مش بتقعد تقول بتقعد ترغي وبتقعد تتكلم طب انا ما اتكلمتش اهو كده كويس اه طبعا ما هو هتعمل ايه نرفع بس الاول حلوه طب ما تيجي نجرب نعمل كده حلقه هتمشي ولا رايكم ايه ليه بقى لا عشان ما رغي ما انتوا بتضايقوا من رغي صح طيب بعد كده عملنا ايه خلاص طب ما تيجي نجرب واحدة من غير هتبقى حلوة إن شاء الله أنا واثق هتبقى حلوة من غير ما ندخل التلاجة ونسيب برضو التلاجة باقيين التلاجة أهي بسم الله وممكن تبقى تماما ما عنديش مشاكل فيها بس أنا الأفضل تبقى في التلاجة شايف المنظر ده انا جبت واحده كده ايه يعني فاهم عاديه طيب تاني بقى ده مستوى وتمام وريني بقى السليم بسم الله واحده واحده كده ونقف قدام عينينا كده عشان نشوف كل حاجه لا مش هعمل دول اطلعك فاصل اصبر بس عليا عشان بس ايه نبقى واضحين في كل شيء ما ياخدش مني وقت شوف حته البانيه عامله ازاي وهبدا ابص على اللي بيحصل الله اكبر بص الملامح يا باشا ولا طلع ولا مشي ولا اي شيء يلا يا باشا هنطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل ان شاء الله نرجع نقفل ونخلص اتفضل جرجريه حلوه بسم الله الرحمن الرحيم وهنا بقى بص منظر الانسان عامل ازاي تعالى اوريك الانسان بس كده وافهمك الحكايه ماشيه ازاي شوف انت فين يا استاذ شوف اللسان شايف الباني مفيش اي حاجه لو كل دخلناه شويه في التلاجه مش هيقول لا هيمسك اكتر انا بس بقول لكم ده وده كده ويعمل كده بسم الله ادي اول حاجه الجرجيريه الحلوه بتاعتنا
مش هعمل حركة برضو جت على بالي ممكن نعملها. بص كده كده خايف العيش كله يروح على اللسان بس تمام. طيب انا خايف من العيش والجرجير، مش عارف انتوا جايبين لي جرجير النهارده قليل ليه كده؟ مش معنى. طب انا بقى همشي بمبدا تاني خالص، هعمل حاجه حلوه قوي. بص يا باشا، شايف الجرجير ده قليل صح؟ بعون الله هنكبره. ازاي بقى؟ دي بتاعتنا احنا، هنعمل كده، ناخد كل الجرجير ده جنبنا كده ونروح جايبين البصلتين دول معاهم كده الشباب، وراح جاي عندي كده شكرا. شوف بقى قد ايه ما شاء الله، وراح اعمل حركه حلوه كمان ومتبلهم بقى عندي كده ايه حاجتي متبله وزي الفل. امسك اللقمه واخد يواش يواش عشان اشغل حالي برضه ولا ايه؟ صح ولا صح؟ ولا انت معايا في اي حاجه خالص؟ انت عايز تاكل وخلاص. بقى ادي الطحال بالخلطه، رامي وجيه ماله، مهندس الصوت بتاع البرنامج، شاطر ومحترم وجدع وراجل زي عم، مشاكل في ايه يعني؟ عايز ايه يعني؟ عايز ايه استاذ رامي وجيه؟ مش مهندس رامي وجيه، عايز ايه انت؟ مالك مين؟ سندوتش ايه يا رنا؟ معلش ايه؟ لسان؟ ما نديله سندوتش لسان، ايه المشكله؟ طب ما احنا كل يوم بنقعد نقرفه عشان الصوت وما يستحقوش يعني ياخد ايه؟ لا احنا كلنا بنضايقه. ما هو في ناس كده مجهوله لازم اقول عليهم برضو، الناس دي برضو يا جماعه في البرنامج مهمين جدا. يعني مثلا الباشمهندس رامي وجيه ده راجل من المهمين جدا في القناه كلها. مهتم جدا، هو من اهم الناس بصراحه في مهندسين الصوت في مصر. عندنا برضو كمان دكتور وليد، ده من اكبر يعني الناس في مصر مديرين اضاءه. الناس دي مهمة جدا جدا عندنا في البرنامج وفي القناة كلها، ومحدش بيشوفها، ما بيشوفوش غير ابراهيم بس، او ما بيشوفوش غير عنك انت بس. فحاسب بس الناس دي برضو جامدة، وناس دي ما مش عايز انسى حد، بس في ناس كتير يعني مهمة في البرنامج فلازم ياخدوا حقهم. ايه يعني سندوتش لسان يعني؟ في ايه يعني؟ مالك؟